دي البوابة، هندخل كاميرا جوه ونشوف ايه اللي جوه المانيفولد او جوه التلاجة. ده الشكل من جوه المانيفولد من جوه التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم فيها عن مشكلة انت لما تدوس دواسة البنزين رد الفعل بطيء، ضغطة الدواسة او بدال البنزين مش متناسب مع ارتفاع الار بي ام، رد الفعل بطيء، طبعا في استهلاك بنزين، ممكن تلاقي الار بي ام عالي. هنتكلم الحلقه دي ان شاء الله عن موضوع الحساس البوابه او التي بي اس او الثروتل بودي بوزيشن. هنعمل له عمليه فحص كامله لان في ناس كتير جدا بتغيره، مش عارفه ايه الصح وايه الغلط، ايه الوضع السليم بتاعه. هنستعمل ابسط الادوات، طبعا اساسي في اي عمليات قياس، واي قياس بدون استعمال الافوميتر يبقى تضيع وقت. هنستعمل حاجه تانية اعلى شويه، وطبعا اغلبنا ما عندناش كمبيوتر الاعطال، لازم تروح لحد عنده كمبيوتر اعطال. هنشوف حتى يعني انت حتى تبقى فاهم او تطلب من فني كمبيوتر الاعطال الحاجات اللي انت تشوفها، يعني انت تطبق الفيديو معاه. بالنسبة للأفوميتر أنا نفسي حد يرد عليها في الكومنتات، إيه السبب محدش بيشتري ده؟ وده طبعا يعني بتمن مصنعات يوم مع أي فني ميكانيكي. السؤال التاني ياريت حد يرد عليا، أنت بيبقى إحساسك إيه لما الميكانيكي يقول لك غير الحاجة وما تكشفش كمبيوتر، تروح تغير الحاجة على طول، وطبعا 90% ما تكونش هي بتبدل وتفضل في حالة تباديل وتوافيق ما بنخلصش منها. فانا عايز افهم برضو يعني ايه الفكره اللي انت ما تكشفش كمبيوتر قبل ما تغير قطعه الغيار. نرجع لموضوعنا تاني، نقطه بس مهمه او تصحيح، كلمه انا هدوس دواسه البنزين او انا هدوس بنزين او بدلت البنزين، طبعا ده غلط لان هو انت فعليا بتفتح الهواء، يعني انت بتدوس هواء، ده الصح بتاعها، انا بدوس هواء، الدوسه دي بتفتح البوابه، تدخل هواء. الكمبيوتر بقى بيشوف زاويه الفتح بتاعه البوابه ويحدد على هذا الاساس، على زاويه فتح البوابه، زمن فتح الانجكتور او زمن فتح البخاخ او رشاش البنزين، يعني بيحدد كميه البنزين على اساس زاويه الفتح، على حسب كميه الهواء اللي داخل. فلو الزاويه دي غلط هيبقى بالتالي جميع قراءات الكمبيوتر غلط، وبالتالي حقن البنزين مش هيكون متناسب مع الضغط او مع زاويه فتح البوابه. طيب البوابه دي ببساطه هنشوف الاول جزء نظري دقيقه كده نفهم الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده ندخل على العمل على طول. نشوف مع بعض. ده رسم بسيط جدا لفكره عمل حساس التي بي اس او حساس البوابه. ده بدل البنزين تضغط عليه، لما بتضغط عليه دي البوابه اهي، لما تضغط عليه العمود ده بيلف بيفتح ويقفل البوابه، ده كده رايح للمانيفولد او الثلاجه. العمود ده هنشوف كل الكلام ده عملي، العمود ده واصل بمقاومه متغيره، يعني لما بيجي هنا بيديني فولت، بيجي هنا بيدي فولت تاني، بيدخل المقاومه دي من طرف 5 فولت نهايتها بيبقى 0 فولت. البوابه وهي مقفوله بتبقى هنا، الفولت الخمسة ده هيمشي في المقاومة هيبقى مثلا 1 فولت او نص فولت، فيبقى كده هنا هيدخل نص فولت. البوابة دي اتحركت بدأت تتفتح، المؤشر ده بيجي هنا، المقاومة دي بقت قليلة، الخمسة دي هتبقى مثلا 4 فولت. هي دي الفكرة، ده بيمشي على مقاومة بتبعد وتقل، الفولت بيزيد وبيقل، هي دي الفكره العامه لعمل التي بي اس. طبعا الاشاره دي كلها بتدخل على الكمبيوتر ويحدد بعد كده كميه البنزين اللي بتضخ للمحرك. بتكلم على البوابه العاديه اللي بتشتغل كده، ما بتشتغلش بوابه كهرباء. البوابه لما نيجي نفحصها اولا نبص نظره عامه، لازم طبعا يكون الحركة سلسة، يعني لما ادوس كده واسيب الاقيها تقفل تاني، ما ينفعش ادوس عليها الاقيها واقفة كده مثلا، ده كده يبقى في مشكلة فيها، لازم تبقى محكمة الاغلاق، هنشوف ازاي بعد كده. الحاجة التانية يعني الاكس ده ثابت، يعني ما بيروحش ويجي، يعني ثابتة،
ما بيروحش يمين ولا شمال. شايفين الفلاخ ده كام؟ 5% من الملي. شايفين كده؟ هنحاول مين. شايفين؟ استحالة يعدي من مكان البوابة. شايفين كده؟ دي البوابة. هندخل كاميرا جوه ونشوف ايه اللي جوه المنافذ او جوه التلاجة. ده الشكل من جوه المنافذ من جوه التلاجة. البوابة بتتفتح دلوقتي. انا طبعا ببص اهو من محرك من بره طبعا. دلوقتي انا حاطط في الكشاف بتاع الكاميرا. شايفين بقى الدنيا ظلمة ازاي جوه؟ مفيش اي ضوء بيدخل. يعني البوابة محكمة تماما. طيب طريقة القياس ازاي؟ انا فكيت الفيشة الخاصة بالحساس. هنستعمل دبوس ابرة. الطريقة دي هنعملها في الثلاث اطراف. يعني كل طرف هنقيسه هنعمل نفس طريقة التوصيل دي. شايفين الدبوس بيدخل ازاي؟ الطريقة دي بنعملها في كل طرق قياس الحساس. الدبوس بيدخل ملاصق للسلك على طول. نحط الدبوس لغاية ما نلاقيه ملامس الجزء المعدني الخارجي ده اللي احنا شايفينه ده. بحيث ياخد القرايات اللي طالعة من السلك. تمام؟ هبدأ أركب الفيشة تاني. هنجيب الافوميتر بتاعنا. هنجيبه على 20 فولت تيار مستمر. هنوصل الكابلات. الكابل الاسود ده هنوصله بسالب البطارية بالبارد. تمام؟ بعد كده هناخد البن التاني ونوصل بقى. طبعا المفتاح الكونتاكت مفتاح المحرك على الاون العدادات شغالة. هيديني كام؟ 5 فولت. يبقى كده الباور او الاشارة اللي جاية من الكمبيوتر سليمة اللي هي 5 فولت. هنحط بقى الطرف التاني. هنشوف عطيني كام؟ عطاني 0. يبقى ده كده الارضي الخاص بالحساس. لو لقيته عطاني 2.10 3.10 من فولت يبقى السلك ده فيه مشكلة فيه مقاومة. يبقى لازم يتغير ولازم نعالج توصيلة الكهرباء. هندخل على الطرف الثالث اللي هو المفروض بقى ايه؟ السيجنال اللي هي رايحة للكمبيوتر بتقول له البوابة مفتوحة عند كام؟ شايفين عطت كام؟ 3.10. المفروض من 3 لغاية 6.10 من الفولت. كده على الايدل. يبقى كده انا عندي المقاومة اللي جوه الحساس سليمة. بتدخل 5 الفولت يقل لغاية نهاية المقاومة يطلع 3.10 من الفولت. طب لما انا ابدا احرك بقى البوابه نفسها شايفين الفولت بقى بيزيد ازاي؟ لان هنا المؤشر بيبدا يتحرك على المقاومه وتقل وبالتالي الفولت بيزيد. طيب هنعمل ايه بقى؟ هبدا احرك البوابه بهدوء. كل ما الف البوابه درجه يديني فولت اعلى 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 اعلى. شايفين ازاي كده؟ ماشي بسلاسه. الترتيب بتاع الفولت بيزيد بانتظام مفيش مشكله. طب لو انا جيت البوابه بتتحرك وجت عند مثلا 3 فولت والبوابه بتتحرك وهو واقف عند 3 فولت مفيش زياده في الفولت، يبقى معنى كده المقاومه اللي جوه الحساس فيها مشكله او فيها قطع. يبقى البوابه كده الحساس ده بايظ ولازم يتغير. لازم طول ما البوابه بتتحرك الفولت يزيد لغايه ما يوصل نهايه المشوار بتاعه بيديني 4.5 فولت حاجه زي كده. طيب في الحاله لو انا بقى لقيت مفيش سيجنال طالعه مفيش 3.10 دي يبقى هنعمل قياسات ثانيه ونشوف هل بقى المشكله في المقاومه بتاعه الحساس ولا في سلك السيجنال. دي فيشه الحساس. عندنا ثلاث اطراف. الطرف الاول العلوي ده اللي بيدخل له الخمسة فولت اللي جايه من الكمبيوتر. الطرف في النص ده السالب الارضي. الطرف الثالث اللي تحت اللي هو بيطلع منه الكهرباء رايحه للكمبيوتر. فانا عايز بقى اشوف المقاومه اللي ما بين طرف نمره واحد وطرف ثلاثه سليمه ولا لا. مشبك زي ده كده هنعمله في اللي تحت ده كده. نمسك تحت. كده. ومشبك تاني والمشبك التاني هيمسك. تمام كده؟ هنجيبه على ال 20 كيلو اوم. حط طرف كده وطرف كده. كده انا موصل الاسلاك. هنشوف بقى المقاومه اللي هتحصل فيها. انا كل ما ادوس شايفين ايدي في الجنب اهي.
كل ما ادوس هنشوف اللي هيحصل في المقاومه، المقاومه بتقل وعشان كده الفولت بيزيد. شايفين انا دايس لغايه الاخر كده اهو، بقت تقريبا واحد، اشيل ايدي بقت 2.6 من 10. طيب لو انا لقيت المقاومه 15 كيلو اوم 18 كيلو اوم، المقاومه دي فيها مشكله والحساس بايظ، او لقيت المقاومه زيرو يبقى في كده شورت او المقاومه نفسها مقطوعه، يبقى كده برضو الحساس بايظ، المقاومه الداخليه فيها مشكله ولازم يتغير الحساس. دلوقتي انا هختبر السلك بتاع الاشاره، الاشاره اللي بتطلع من الحساس رايحه للكمبيوتر، هنختبرها سليمه ولا لا. الافوميتر في التيست ده لان هو امن، انا هجيب المفتاح ده على علامه، هجيب الافوميتر على علامه الكونيوتي اللي احنا شايفينها دي على ال 200 اوم. طيب عشان نعرف الفولت اللي بيطلع لما بنحط الافوميتر على الاوم كام فولت بيطلع، هنجيب افوميتر تاني ونوصله كده عند ال 200 اوم بيطلع لي 1 فولت. طبعا بتختلف من جهاز لجهاز، في حاله البازر في الجهاز ده بيديني 2 فولت، هيطلع لي او البازر بيطلع لي 2 فولت. تمام، هنشوف بقى كده هنا زي ما احنا شايفين انا فاكك الفيشه خالص، مفيش تجاوب مع الدواسه، انا هبدوس اهو، شايفين ايدي اهي اهي كده، مفيش اي تغيير هنا. انا وصلت طرف افوميتر لسالب البطاريه والطرف الثاني في الايه في البن اللي هنشوفها دي. احنا قلنا تالت واحد اللي هو ده اللي هو الاشاره. بص بقى انا هحط 2 فولت، هشوف الكمبيوتر هيشوف هنا 2 فولت ولا لا. شايفين كام؟ 2000 ملي فولت، يعني 2 فولت صح. شايفين الدواسه، شايفين البوابه وصلت كام؟ 35%. شايفين فكره القرايه ايه؟ الكمبيوتر طبعا بيحسب ان البوابه شغاله اهي، شايفين كده. طب لو انا عملت دي على ال 200 اوم دي بتديني 1 فولت، بص هيدي كام هنا؟ اعطاني 1 فولت. بص الدواسه كاني دايسها، الكمبيوتر شايفها او برمج او البرمجه اللي فيه الكمبيوتر لما تديله قرايه 1 فولت يعني معنى كده الدواسه 14%، وبالتالي بقى اي خلل في المقاومه يدي فولت غلط الكمبيوتر يعتقد ان فتحه البوابه حاجه تانية غير فعليا اللي موجوده. شايفين ادي الكلام ده الاختبار اللي بنقيسه. طيب لو انت ما عندكش قدره تقدر تحدد الفولت اللي بيطلع من الافوميتر بتاعك قد ايه، ممكن تستعمل بطاريه قديمه وعماء، وفي الفيديو السابق اللي قدامك فوق وساب اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت ازاي تستعمل بطاريه في عمليه التيست اللي احنا عملناها اللي هي الخاصه بسلك الاشاره عشان نقدر نحدد الفولت قد ايه. طيب الاختبار النهائي انا هقارن بقى ما بين قرايات الكمبيوتر، لان كمبيوتر الاعطال ده بيشوف لي الكمبيوتر شايف ايه جوه عنده. شايفين هنا الفولت الكمبيوتر شايفه كام؟ 322 ملي فولت اللي هي تساوي 32% من الفولت. بص بقى لما حرك الدراع بتاع البوابه، شايفين الافوميتر وشايفين الكمبيوتر الاعطال، تبان نفس بالظبط الفولت اللي في الافوميتر زي بالظبط اللي موجود في كمبيوتر الاعطال. طبعا ده بالملي فولت اللي في كمبيوتر الاعطال، وفي الافوميتر بيبقى 1 من 10 وجنبيه كاسه من 100. فكده بالظبط القرايه اللي هنا زي اللي هنا، يبقى كده انا عندي تاكدت تماما البوابه سليمه، توصيلاتها سليمه، يبقى نشوف اي عيب تاني ما نبدلش اي حاجه بدون داعي. زي ما شفنا دي طريقه الفحص، اي طريقه فحص غير الوضع ده يبقى تضييع وقت وما عندناش حاجه اكيده هل البوابه سليمه ولا لا. بس ونشوفكم في حلقه جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.